هنتكلم على ايه هو الفرق بين الهواء والاحتراف وصفات كل واحد منهم والاختلافات بين الهواء والاحتراف وازاي تفرق بين الهواء والاحتراف. طيب الهواء معروف اللي هو لاعب هاوي او اللي هو المستوى اللي هو ماشي على قوانين ثابتة، اما الاحتراف اللي هو ده تجاري وبيمشي على قوانين المنظم نفسه وليس قوانين ثابتة. وممكن باختصار بطريقة عامية ازاي تفرق بين الهواء والاحتراف، او انت تعرف ازاي يعني هواء ويعني احتراف. هواء يعني لها قواعد ثابتة قوانين، زي مثلا ما بتلعب كرة قدم تبع الاتحاد الكورة. احتراف زي اتنين بيلعبوا في الشارع كرة قدم على فلوس. الاتنين بيلعبوا في الشارع دول ممكن واحد يقول لك ايه العب نلعب، اللي يكسب اللي دخل جونين ياخد 1000 جنيه. ممكن تلاقي اتنين في الشارع شارع تاني يقول لك اللي يكسب اللي دخل 3 اجوان ياخد 2000 جنيه. وممكن مجموعة تانية يدخلوا يقول لك اللعبة من 10 تجوان. بيلعبوا في الشارع، هو الاحتراف هو كده. لكن الاتنين بيلعبوا في الشارع وبيظبطوا زي ما هم عايزين، القوانين اللي هم عايزينها والفلوس اللي هم عايزينها اللي هيدوها اللعيبة، واللي يكسب ياخد ايه ويعملوا ايه. نظام هو نظام تجاري، هذا هو الاحتراف. اما الهواء يتبع القوانين تبع الدولة، الاتحاد الرسمي لقوانين ولقواعد محدش بيغيرها. اما الاحتراف تتغير على حسب انت وزميلك بتلعب في الشارع. تقول يلا العبوا اللي دخل جول ياخد 1000 جنيه، ماشي. يوم تاني تقول لك اللي دخل جول ياخد 20000 جنيه، ماشي. انت بتنظم انت ومزاجك انت براحتك. انت باجي مثلا عامل ايه تذاكر وادفع 50 جنيه ونلم الناس ونجمع كده، جمعنا 20000 جنيه. هندي كل لاعب 5000 و10000 للتنظيم. يعني انت بتحدد حسب السوق وحسب مقتضيات الامر اللي قدامك والايه والترتيبات اللي بتحصل وكل حاجه. فاذا الاحتراف ده قواعده بتتم حسب المنظم. زي انت قاعد مع صاحبك وبتلعب كوتشينه، انت بتحط قوانين بمزاجك. تلعب يا عم بصره، ماشي يلعب بصره. اللي يدخل اللي يكسب مرتين ياخد يخسر بس يعمل 10. ده الاحتراف. الهواء لقوانينه ثابته وكل حاجه وتابعه دولة وشغل بقى تاني، بياخد شهادة وبديلة وشكرا وروح. أما الاحتراف حسب بقى المنظم يقول لك تعالى هديك 1000 جنيه في الماتش، تعالى هديك 20000 جنيه، هكذا براحته. دي باختصار إيه الفرق بين الهواء والاحتراف. بالنسبة لقواعد التحكيم والماتشات والبوينت حسب إزاي، في الهواء ضربة بنقطة وباثنين وبثلاثة. في الاحتراف كله بنقطة واحدة بس. والضربة القوية بس بتتحسب، يعني ضربة لمسة كده ضعيفة ما بتتحسبش، لازم تكون قوية. قوية يعني ايه؟ يعني ايه ضربة قوية؟ يعني الضربة تيجي بجسمي تهزني، دي تتحسب تبقى ضربة. الو كابتن، معلش نقط التحكيم تاني، الهواء والاحتراف. افتح الكاميرا، افتح الكاميرا كابتن شايفني عبد كده؟ الرحمن، افتح الكاميرا كابتن احمد فكري، افتح الكاميرا. ايوه كابتن نيجي معايا. طب ما تخلينيش كل شويه اسيب المحاضره واقعد اركز معاك اقول لك افتح كاميرا افتح كاميرا افتح كاميرا. طول المحاضره بيبقى الكاميرا مفتوحه معانا. عندنا في التحكيم الهواه والاحتراف الاحتراف اي ضربه بنقطه، وبتشترط الضربة بتتحسب تكون مؤثرة وقوية. مؤثرة يعني الضربة تيجي في الجسم تهز الجسم، ما لو ضربة كده ممكن ما تتحسبش. في الهواء أي ضربة تتحسب. تمام. وعامة ضربة اليد بنقطة، رجل باثنين ورجل هوائية ولا بتاع بثلاثة. شكرا. تمام. ده الفرق بين الهواء والاحتراف.
الهواية زي ما انا ضربت لك مثال، اتنين بيلعبوا في الشارع بينظموا براحتهم. الاحتراف بيعتمد على السوق، زي لاعب كرة القدم كل ما بيجيب مشاهدات أكتر وعروض عليه كتير يرتفع سعره. نفس القصة، أنت لاعب كيك بوكس معروف تتشهر، يبدأ الناس تدفع تذاكر عشان تحضر الماتشات بتاعتك، بتجيلك فلوس كتير، تاخد فلوس أكتر. طب الاحتراف اللي هو بتيجي في مصر عندنا إيه نظامه؟ مفيش حاجة، مفيش احتراف، مفيش لاعب في مصر محترف. محترف يعني ليك تعاقد سنوي وليكن 100,000 دولار بتاخدهم مرتب شهري زي لاعب كرة القدم. ما لاعب كرة القدم مش بينبع عقد احتراف لمدة سنة أو 3 سنين أو سنتين وبياخد مقابلهم. في عندك لاعب في مصر قاعد عقد سنة اتنين تلاتة بياخد 100,000 دولار، 200,000، مليون، 2 مليون، مفيش. بس احنا بنحاول ان احنا يعني احنا ما بدات نعمل أزمة في مصر على لقب بطل مصر وبطل افريقيا، كنا بدانا بنعمل الاوروبيين بيلعب على لقب الحزام، كل لاعب بياخد 1000 دولار 2000 دولار 5000 20,000 دولار 100,000. احنا في مصر نعمل الحزام وما ندولوش حاجه ويبقى شكلنا ايه، بيعمل ياخد لقب بس. هو بدانا نعمل، كنا احنا اول ما بدانا احنا اللي دخلنا الأزمة في مصر، الألقاب على حساب 2009 يعني من 13 سنة. طيب يعني في مصر بتيجي اللاعب المفروض بياخد فلوس، بياخد راتب، ما بياخدش، ده بيدفع في مصر، لأن احنا بنعمل احتراف وهمي وليس حقيقي. احتراف وهمي ده وليس حقيقي، أما الاحتراف الحقيقي زي لاعب كرة قدم ليه راتب وليه ليه معروف اجره كام؟ سعره كام؟ انت في مصر مفيش لاعب ليه سعر. هي كلها عمليه شو اعلاميه وشو كله زي نظام بول اولفا، زي مثلا محمد عبد اللي هو بتاع كان بيلعب لك كام ماتش تبع الاتحاد الكيك بوكس من شويه، بيجيبوا بيتفقوا مع واحد من الارجنتين، تعالى ونلعب ماتش وديك مثلا كذا عشان يعمل شو اعلامي، عشان يجيب فلوس من المؤسسه العسكريه ولا من هنا ولا من هنا، يجمعوا 1,000,000 جنيه، يدي للراجل 10,000 5,000 ياخد الباقي في جيبه، نظم شغله كله تجاره يعني. بطل لاعب حقيقي وبطل حقيقي لا. فده كله يبقى نظام اتحقر بس. الاحتراف الحقيقي ان انت ليك راتب سعرك كام؟ يعني ما واحد يقول لك انا لاعب محترف، قول له سعرك كام؟ ماضي عقد بكام؟ يقول لك مش ماضي عقودات، قول له انت مش لاعب محترف. يقول لك انا واخد لقب بطل محترف. قول له احنا بنعمل كده بس عشان نبقى شكلنا نبدا نبني نعمل نواة للاحتراف، نبدا نبني احتراف يعني ايه شكليا حتى. اما الاحتراف يعني تاخد مرتب يطلع لك فلوس. يجي واحد يقول لك انا محترف باخد 1000 جنيه، ليش احتراف ده؟ حتى عنده سؤال في